ثغرة لجلب آلاف الزيارات لموقعك يوميا ببحث جوجل وبدون دفع أي رسوم. لو حضرتك بتمتلك موقع إلكتروني أو مدونة وحابب إن أنت تحصل على آلاف الزيارات يوميا لموقعك من أشخاص حقيقيين ومن أكثر من 213 دولة، فالفيديو ده مهم جدا لحضرتك، لأن باستخدام الموقع اللي هنشرحه النهاردة يا شباب ومباشرة بعد التسجيل هتحصل على 1000 زيارة مجانية، وبعد كده حضرتك تقدر تشتغل على الموقع بالثغرة اللي هنشرحها النهاردة وتكرر العملية أكتر من مرة يوميا حسب وقتك وحسب إمكانياتك، وبالطريقة دي هتحصل على آلاف الزيارات يوميا لموقعك أو مدونتك مجانا بدون دفع أي رسوم. تعال قبل ما ندخل في الشرح هديك فكرة سريعة عن الموقع كده. ده شباب الموقع اللي احنا هنستخدمه النهارده مع بعض، لو ترجمنا باللغة العربية كده علشان نسهل على بعض الموضوع، زي ما حضرتك شايف بيقول لك الموقع رقم واحد لتبادل الزيارات، وهنا بيقول لك يعد تبادل الزيارات الخاص بنا هو أفضل طريقة لجلب حركة المرور إلى موقعك، ولكن احنا على فكرة مش هنستخدم تبادل الزيارات ولا أي حاجة من الكلام اللي احنا بنسمعه ده، أنا بس بعرفك على إمكانيات الموقع وإيه المميزات اللي يقدر الموقع ينفذها لك حتى بالخطة المجانية. بيقول لك ابدأ في تلقي الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك في غضون دقائق من التسجيل، يثق المستخدمون في أكثر من 213 دولة لتوصيل حركة المرور الخاصة بهم بشكل لا تشوبه شائبة. زي ما حضرتك شايف هنا كده بيقول لك سجل اليوم واحصل على 1000 زيارة مجانا، بيقول لك هنا احصل على حركة مرور من أكثر من 200 دولة. بعد كده بيقول لك إعلانات جوجل آمنة، يعني تقدر تستخدمها مع اعلانات جوجل. بعد كده بيقول لك جوجل اناليتكس 4 يعمل، احصل على 1000 زياره فورا عند التسجيل، لا يوجد حد لعدد الزيارات للاعضاء المجانيين، احصل على اكبر عدد ممكن من الزيارات التي تكسبها. طبعا هو هنا بيقصد التبادل، ولكن احنا مش هنشتغل بموضوع التبادل، وتقدر حضرتك تقرا اكتر عن الموقع وتعرف كل المميزات الموجوده داخل الموقع. وطبعا يا شباب معنى ان الموضوع فيه تبادل زيارات فكده حضرتك تتاكد ان دول اشخاص حقيقيين، لان طبعا لازم هو ينقر على الرابط الخاص بيك، وانت نفس الكلام لازم تزور الرابط الخاص بيك، فكده احنا تاكدنا ان دول اشخاص حقيقيين، يعني مفيش اي شبهه في الموضوع. ودلوقتي يا شباب علشان ما نطولش في المقدمه اكتر من كده، يلا بينا نبدا الشرح. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، ازيكم يا شباب؟ انا اخوكم احمد حمزاوي، ودي قناه نت بروفيت، قناه متخصصه في شروحات مواقع الربح من الانترنت والثغرات وجلب الاحالات. علشان كده فضلا وليس امرا، لو حضرتك لسه اول مره تشوف القناه يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد، ويا ريت لو حضرتك استفدت من الفيديو النهارده ومن الموقع تدعمنا بلايك وشير علشان الفيديو يوصل لغيرك ويستفيد. طبعا يا شباب اي روابط بنذكرها في الشرح بتكون موجوده في الديسكربشن اسفل الفيديو او في اول تعليق. بعد ما بتضغط على الرابط بتدخل على الصفحه الرئيسية للموقع بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. طبعا عشان نبدأ نستخدم الموقع يا شباب لازم نكون مسجلين حساب، فهنضغط على ساين اب من اي مكان بيفتح لك الصفحة اللي حضرتك شايفها دي. في اول مكان ده بنضيف اليوزر نيم، وبعد كده بتضيف الايميل اللي هتسجل بيه. طبعا لو حضرتك مش عايز تستخدم ايميلك الحقيقي ممكن تستخدم موقع سمايل برو زي ما حضرتك شايف، ده موقع بيديلك ايميلات مهملة تقدر تستخدم بيها وتكرر العملية داخل الموقع. هننسخ الايميل، هنروح على الموقع هضيف الايميل في المكان ده، وبعد كده هضيف باسورد، ممكن اقول له اقترح كلمه مرور وناخد كلمه المرور نضيفها وخلاص. كده كده احنا هنستخدم الحساب ده لمره واحده مش هنرجع له تاني، وهنضغط على ساين اب. هنا بيقول لك حفظ كلمه المرور. بعد كده يا شباب بتظهر لك الرساله دي وبيقول لك ان احنا ارسلنا لك رابط تحقيق على البريد الالكتروني اللي حضرتك سجلت بيه، فهنرجع على البريد الالكتروني. وهنا في ملحوظه يا شباب، لاحظ ان هنا الايميل بينتهي بجمايل دوت كوم، وغير كده الموقع مش هيقبله معاك. لو نزلنا لتحت شويه كده يا شباب هتلاقي الانبوكس هنا، علشان تحصل على الرساله اللي جات لك بتضغط على العلامه دي هنا، بتعمل تحديث للرسائل الحديثه اللي جات لك على الايميل. زي ما حضرتك شايف الرساله وصلت، ولكن انا عايز اوريك حاجه قبل بس ما ندخل على الرساله. الايميل زي ما قلنا هنا لازم يكون جمايل دوت كوم، غير كده الموقع مش هيقبله منك، هيقول لك هذا الدومين غير مدعوم. علشان تبدل الايميل ده وتغير بايميل تاني بتضغط على تشانج من هنا، وبتظهر لك اختيارات بتختار منها جمايل دوت كوم، وبعد كده بتضغط على انشاء بينشئ لك ايميل جديد. طبعا هنا الرساله بتاعتنا شباب ظهرت زي ما حضراتكم شايفين، هنضغط على الرساله، بعد كده بنضغط على اكتيفيت ايميل ادرس، وكده حضرتك وصلت لتسجيل الدخول. ومن هنا زي ما حضرتك شايف هو اضاف لك كمان اليوزر نيم والباسورد، يعني حضرتك مش هتضيف اي حاجه، كل اللي هتعمله هنا انك هتضغط على ساين ان. كده يا شباب احنا على الصفحه الرئيسيه للحساب، وهنا بيقول لحضرتك
انك قدامك 167 دقيقة في الحساب ده تستخدمهم، وهم ما يعادل 1000 زيارة، ومدة الزيارة هتكون 10 ثواني لكل مستخدم. وقبل ما نبدأ يا شباب في استخدام الموقع، عايز اقول لك لازم تخليك معايا لنهاية الفيديو علشان تعرف هتكرر العملية ازاي من غير ما الموقع ياخد باله منك نهائيا. بعد كده بيقول لك اضف موقعك الاول، ولو حبيت انك حضرتك تشتغل بالحزم المدفوعة داخل الموقع هتضغط على الرابط ده وتقدر تشوف الحزم من داخل الموقع. بعد كده شباب عشان نضيف الموقع هنضغط على العلامة الخضراء دي اضف موقعك الاول، في المكان ده بتجيب رابط الموقع. بعد كده لو عايز انك تضيف موقع اخر بتضيف من هنا كده، بتضغط على المزيد، وممكن تستورد مجموعة مواقع في وقت واحد. طبعا احنا على خطة مجانية فامكانياتها محدودة. هنا لو نزلنا شباب هنا بيقول لك مدة المشاركة نفسها او مدة الزيارة نفسها، حضرتك هنا ممكن تظبط مدة الزيارة حسب احتياجاتك زي ما انت شايف، ولكن طبعا هو محدد لك ان انت ليك زمن معين زي ما شفنا على الصفحة الرئيسية، فكده هينقص من عدد الاجمالي للالف زيارة. يعني كل ما هتزود مدة الزيارة هتنقص معاك عدد الزيارات، فانت لو مش محتاج مدة زيارة فخليها على اقل حاجة اللي هي 10 ثواني. بعد كده في بعض الاختيارات ولكن دي متاحة للخطط المدفوعة فقط. واخر حاجة حضرتك بتنزل تضغط على قدم، وزي ما حضراتكم شايفين كده بدأت الحملة تشتغل، وهنا بيقول لك انك تقدر تضيف 3 مواقع، حضرتك ضفت موقع واحد حتى الان، ودي المدة الزمنية المتاحة ليك اللي هي بتحصل منها على 1000 زيارة، وطبعا احنا على الخطة المجانية. ودلوقتي يا شباب لو رحنا على احصائيات جوجل في الوقت الفعلي زي ما حضراتكم شايفين كده شباب، هنا عندي 9 زيارات حتى الان، بدأت الزيارات تشتغل من الموقع. الزيارات جاية منين زي ما حضرتك شايف؟ يونايتد ستيتس وجرماني وليبيا والمغرب. يعني الزيارات جايه لي من الولايات المتحده ومن المانيا والمغرب. طبعا في 10 زيارات زي ما حضرتك شايف كده. فاحنا دلوقتي يا شباب هنسيب احصائيات جوجل وهنرجع نسجل حساب تاني علشان حضرتك تقدر تعرف الثغره الموجوده داخل الموقع. طبعا احنا شغلنا الحمله دي يا شباب خلاص كده مش محتاجينها في حاجه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده وصلنا لصفحه التسجيل، ولكن من خلال موقع كروكسي بروكسي علشان نحصل على اي بي جديد وحضرتك تكون شخص جديد تماما. هنرجع مره تانية على موقع سمايل برو علشان ناخد ايميل جديد غير الايميل اللي سجلنا بيه ده. طبعا خد بالك بقى من طريقه تحديث الايميل، هنضغط على تشانج من هنا تظهر لك النافذه دي، بنضغط ضغطة واحدة وبتتأكد ان انت مختار هنا random@gmail.com، ما تستخدمش الدومينات التانية اي دومين تاني، لازم تستخدم @gmail.com. وهنضغط على create. كده زي ما حضرتك شايف اداك ايميل تاني جديد، هنبدأ ننسخ الايميل من هنا وهنروح على صفحة التسجيل، هنضيف الايميل، اهم حاجة ان الايميل يكون gmail.com، وبعد كده هتكتب يوزر نيم اي يوزر نيم، وبعد كده هنضيف الباسورد يا شباب مرتين طبعا، وهنضغط على انا لست برنامج روبوت. وطبعا علشان احنا مسجلين من خلال موقع بروكسي بروكسي وادانا اي بي مختلف فبيفتح لك النافذه ديت مفيش مشكله، وبيقول لك دراجات بخاريه، هنحدد الدراجات البخاريه في المكان ده كده، ونضغط على تحقيق سيارات. تمام كده يا شباب تم التحقيق، وهنضغط على ساين اب كله حفظ مفيش مشكله. طبعا وصلنا هنا للصفحه دي وبيقول لك ان في رابط تحقيق على الايميل، هنرجع على الايميل مره ثانيه زي ما حضرتك شايف كده لسه مفيش رسائل، هنضغط على علامه ريفرش من هنا بتظهر الرساله، هنضغط على الرساله وبعد كده هنضغط على اكتيفيت ايميل ادرس، ومن هنا حضرتك هتضغط على ساين ان، وكده سجلنا الحساب للمره الثانيه زي ما حضرتك شايفين. وزي ما حضرتك شايفين كده الزيارات بتزيد، هنا في 48 زياره من يونايتد ستيتس، يعني اغلب زيارات الموقع بتكون من الولايات المتحده زي ما حضرتك شايفين كده. عدد الزيارات بيزداد بشكل رهيب، حتى الان وصلنا 110 زياره ولسه الحمله ما انتهتش، الحمله دي هتوصل ل 1000 زياره زي ما الموقع وعدك بالظبط. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه شرح النهارده. يا ريت لو عجبك الموضوع ما تنساش تدعمنا بلايك وشير علشان يوصل لغيرك ويستفيد، ولو قابلت اي مشكله هنتظرك في التعليقات وهرد عليك فورا ان شاء الله ونحلها مع بعض. شكرا لكم، وكان معكم اخوكم احمد حمزاوي من قناه نت بروف.